إسماعيل مطر نشأ وترعرع ليشق طريقه بنجاح نحو النجومية والعالمية، وليحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الإماراتية، واضعا بصمته في جميع مشاركاته سواء كانت مع نادي الوحدة أو المنتخبات الوطنية. الرقم 10 كان رفيق دربه في جميع مشاركاته، بعد أن ثبت أقدامه بنجاح داخل المستطيل الأخضر في مشاركاته، ليحقق أهم إنجاز عالمي عندما حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب عام 2003 والتي استضافتها الدولة، متفوقا على أسماء عالمية برز نجمها بعد هذه البطولة في أعرق الأندية الأوروبية وأهمها، ليتفوق عليهم جميعا رافعا كأس الأفضلية. يفتح الجانب الشمال عرضه لإسماعيل، إسماعيل ممكن يعدي إسماعيل ويواجه ويشوت ويوقف مع الوحدة. رفع سمعة درعين للدوري، كانت الأولى عام 2005 حيث تألق وتعملق وسجل العديد من الأهداف، وأعاد الكرة عام 2010 رافعا الدرع الأهم للوحدة، والتي قادته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي لم تخل من بصمات إسماعيل مطر أيضا. مع المنتخب لم تخلو صولات إسماعيل وجولاته، فمن منا ينسى دوره وجهده في خليج 18 عام 2007 في البطولة التي استضافتها العاصمة أبوظبي. إسماعيل في تلك البطولة قدم كل ما عنده، كان أفضل لاعب في البطولة وهدافها، ليكون أحد العوامل الأساسية في فوز المنتخب بأول لقب خليجي في تاريخ الإمارات. مطر واصل التألق، ولكن من بوابة المنتخب الأولمبي، عندما نجح نجومنا في الوصول إلى أولمبياد لندن ليقدم كابتن المنتخب يومها أداء استثنائيا، وينجح في هز الشباك مرتين على الأوروغواي والسنغال. لم يكتفي الفتى الأسطوري عند هذا الحد، بل ساهم أيضا في فوز الأبيض الإماراتي في خليج 21 والتي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، ليرفع الكأس الخليجية الغالية، ليسطر بذلك إسماعيل اسمه من ذهب في تاريخ الكرة الإماراتية.